تسجيل في المحاضرة. أوكي خلاص طيب، ممتاز. هلا شو اسمه الديسكتوب أمامكم، نشوف هو تشابتر 4 صح؟ تيستينج ولا تشابتر 3؟ لا أعطتنا إياه على تشابتر 6. شابتر 2، ما بعرف أي شابتر اللي بعده. دكتور عم بحاول يفتح قدامكم، في عم بحاول يفتح الباوربوينت صح؟ امبليو تيستينج تشابتر 6. دكتور اللي أنا شرحته كان تشابتر 3. سوري، إذا نفتح على تشابتر 4. شابتر 4 اللي هو كونتنت مانجمنت بروسيس، جوب اناليسيز. جوب اناليسيز دكتور، تيستينج اللي هو شابتر 6. شابتر 6 ها؟ يس. لويس تيستينج اند سيلكشن. بس انت بعت المحاضرة على الجروب، بس شفت اي محاضرة؟ تبعتك باوربوينت تبعك. استنى هشتار، إذا تسمح، المحاضرة الماضية أول جلسة في حدا منكم سجلها ولو صوتيا؟ لا 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 للأسف. دكتور ما كان سجل أسامة بدون صوت. دكتور يحيى أسامة عم بيطلب منك إذن. طيب employee testing دكتور، قبل طبعا ما نحكي، تفضلي. بعرفش إذا بين عندك أسامة باعت على الجروب إنه بده ينقبل، لسه مش معطينا الكلام. أوكي. أوكي. وفي محاضرة أنا عملت لها ريكورد وبعت لك إياها على أسامة؟ الإيميل. دكتور دخل. كنت عم بحكي لك إن. لا الإيميل بعتي لي إياه في ال. الفيديو اللي بعت لي اياه نزلته مباشره انا. نعم موجود، موجود على اليوزر. خلص تمام. نزلت على طريقه انك تحطي هذا الريكورد على اليوتيوب تعملي له. بعدين انتوا اذا بتدخلوا على الشانل تبعي على اليوتيوب شانل بتلاقوا في محاضرات للاتش ار لطلبه البكالوريوس. عندي انا بعطي ماده في البكالوريوس، وتقريبا في تقاطع كبير بين بين بينك وبينهم. الشابتر هذا اللي امامكم اللي هو هيومن ريسورس مانجمنت امبلوي تيستينج اند سيلكشن، بعطيهم اياه كمان. السلايد هلا الباوربوينت امامكم صح؟ نعم صح. دكتور بس لو سمحت ممكن اسالك هلا؟ انت عشان كنت عم حضرت انا واحده من المحاضرات تاعت البكالوريوس، بس كنت عم بشوف انك انت عم تطلب ديتيلز اكثر منهم، برضو كمان نحن نعتمد هاي الديتيلز ولا كيف؟ كيف يعني كنت انت عم تشرح شابتر، فكان في ديتيلز انت عم تطلبه منهم اكثر، يعني انت ممكن مشيت عليها سريعا معانا، فنلتزم بالديتيلز اللي انت اعطيتهم للبكالوريوس ولا خلص نريد نحن؟ لا انتوا بتختلفوا شويه. يعني هلا بتشوفي في الشابتر هذا كيف الديتيل الموجود فيه، انا ما راح اعطيكم اياه، بحكي عن الـ employee testing and selection. هنا أول شيء مقدمة للـ employee testing and selection. إحنا بعد إنه الـ employee أو الـ candidate نسميه أو الـ job applicant، أوكي، كل هذا يعني قبل ما يدخل الوظيفة بيكون الواحد اسمه job candidate. فالorganization بتستقبل الطلبات، واستقبال الطلبات وعملية البحث عن الموظفين وعملية search for people from outside the organization or inside the organization، كل هاي اسمها recruitment، لسه ما اسمهاش selection or hiring. فبتكون عملية اللي هو احنا بنحط، بيكون في عندنا مخزون داخل الداتابيسز من المرشحين للوظيفة، واللي هذول بنسميهم job candidates or job applicants. أوكي، هنا المنطقة هاي أو الزون هاي very critical
for selecting the right people. We have to be careful in selecting the people into the next step, which is becoming خلاص employee. Okay, فلذلك عندنا to select people from the pool of or the inventory of applications or applicants or candidates, we have to use what's called selection devices, okay, or selection tools, if you like. Selection devices or selection tools. Testing هو أحد selection tools. Interviewing أحد selection tools. فالنصيحة لكم أنه يكون the human resource manager very careful in the selection process. Very and highly selective. يعني انتقائي, يعني حريص. مش انتقائي يعني بمعنى انتقائي, بمعنى حريص, careful, لأنه هالشخص اللي انت بتنتقي إذا دخل داخل المؤسسة وداخل الجروب تبعك, داخل الفريق تبعك, بصير صعب أنك انت تستغني عنه وتطلعه. Okay, so that is very important to be careful in the testing, in the interviewing, in reviewing his application form, reviewing his CV, reviewing his LinkedIn. بجوز كلكم مشتركين في LinkedIn ويجب تكونوا مشتركين في LinkedIn. Googling him. Some people, some human resource managers, they Google the applicant to see his record, his background. ممكن عنده record, criminal record. Okay, so they do anything possible, okay, to make sure that this guy is going to be one of the team member اللي راح يطلع معنا, زي ما حكى زي ما حكت ألا أو حكى جيم كولينز في كتابه Good to Great, اللي راح يطلع معنا في الباص وراح نحطه في الكرسي المناسب وفي الوقت المناسب إذا ما زبطش معنا, لأنه هي عبارة عن يعني زي البطيخة عملية, رغم أنك أنت بتتخذ كل الاحتياطات لكن هي بالنهاية يا بتطلع صفرة يا حمراء الله أعلم. فعملية selection عملية مش سهلة, يعني أنت you try to do your best, at the end of the day هذا human being, you cannot guarantee, ما بتقدر تضمن انه هو كويس ولا مش كويس 100%. اوكي, فبس بتطلع معك في الباص وعلى الطريق اذا ما ضبط بتنزله. اوكي, فاذا employee testing and selection, employee testing actually is the first step for selecting people. اوكي, خلينا نشوف شو الشابتر هذا فيه اشياء سريعا. ما بدنا هون, في طبعا دائما في learning objectives في بعض الأسئلة, مثلا هنا why is it important to test and select employees, زي ما حكينا حتى إنه نأخذ الناس اللي هم بدنا إياهم, إحنا the right people in the right place. Why employee selection is important? It's very important, employee selection in general. It's important for make sure about performance, about future performance of the candidate, the cost, legal application obligations, person job fit, and person organization fit. فأهم نقاط أنا باعتقادي, أو بتقدروا تنتقوا ثلاث نقاط, أنا عاوز أنتقى ثلاث نقاط. احذروا إيش ثلاث نقاط اللي أنا ضمرت عليهم في هذول النقاط من خمسة. أنا اخترت ممكن أجرب أنا performance cost. دكتور, cost أكيد cost مهمة. مهمة طبعاً بالنسبة لي. الorganization مهم دكتور. البيرسون organization fit والبيرسون job fit والperformance. والله أنا اخترت هذول الثلاثة يا نادين. فعلاً اللي اختارهم أسامة, صح أسامة؟ أسامة أيوة. أسامة. Performance. Person job fit. And person organization fit. طبعا لا نقلل نادين من أهمية هذولاك, بس يعني كلهم مهمين طبعا, بس لما بنحكي عن performance, هي why we hire people for performance, to perform.
اوكي دكتور تفضلي. سوري انا ما حكيت اشي قبل شوي. انا دكتور انا اسالت سؤال طيب كنت اسال عن الكوست، كنت توضح لنا اياها بزياده بس انه بتقلل الكوست على الاورجنايزيشن اصلا. اصواتكم بعيده عندي مش عارف ليش. كنت عم بحكي عن الكوست. معناها انه بتقلل الكوست عن الاورجنايزيشن، هم هذا اللي بيحكوا عنه. يعني بتقلل الكوست على الاورجنايزيشن when you select the right people you do not make يعني لما انت بتنتقي الشخص المناسب بتتكرش عملية الـ human resource process recruitment، بتضل الشغالة عندك، بتضلش انت في البروسيجر نفسه trying to select people، لانه اكبر مشكلة بتواجهها المؤسسات الكبيرة خاصة بانه ما يسمى بليبر تيرن اوفر، people come and don't stay and leave، يعني عملية الطلاق، عملية الديفورس سريعة جدا، فبدهم دائما شغالين يستقطبوا ناس لانه الناس ما استقروش ولانه تركوا، وعملية احلال مستمرة. لذلك هذه مزعجة بالنسبة للمؤسسات، وبيقيسوها من خلال ما يسمى بليبر تيرن اوفر. ليبر تيرن اوفر اللي هو يعني افريج ليبر تيرن، في افريج ستاتستيك افريج فور ليبر تيرن اوفر. مين بحب يحكي لنا عنه او بعرفه؟ انا ممكن احكي دكتور عنه. تفضل يا اسامه. انا ممكن احكي عنه من خلال خبرتي وشغلي، كونه انا واحد من الكونفليكت مانجمنت فوكال بوينت باليو ان اي سي ار. فاحنا كنا بتريننج زمان قبل ممكن 5 سنوات، وحكونا لما كنا لسه جداد على الكونفليكت مانجمنت، الانتربيرسونال كونفليكت مانجمنت، يعني له علاقه بالبيرفورمانس، الابيوز اوف اوثوريتي، يعني الفيفرتيزم، الاشياء هاي كلها، وكيف بتاثر على اداء الموظف. فمره سالنا الكوتش انه بتعرفوا قديش بكلف او قديش كلف التيرن اوفر، قديش كلف بيست اون كونفليكت، طبعا كلف اليو ان بالفتره الماضيه. فصرنا نحط احنا ارقام، اكتشفنا بالنهايه انه يعني بيست اون نمبرز، يعني انه مكلف 30 مليون دولار خسران اليو ان اتش سي ار من وراء التيرن اوفر. السبب فيه انه مش لانه ناس مش كواليفايد فانت بتبدلهم، طبعا كان سبب ثاني انه في كونفليكت مع الاداره، مع الاشخاص اللي بيشتغلوا معه ومش قادرين يحلوه، بالتالي هم بيطلعوا. هسه الجوب تيرن اوفر اللي هو قديش انت بتقلب موظفين على نفس البوزيشن خلال فتره زمنيه معينه، وبغض النظر عن السبب، فانت خلال الفتره هاي بتكون خسرت عليه اكسبيرينس، دربته، علمته، صار في عنده خلينا نقول ليفل من الاحترافيه بمستوى معين، هاي حقها فلوس. فانت لما بتركه بيطلع، معناها انت قاعد بتخسر فعليا. فالتيرن اوفر كل ما ارتفع، كل ما كان انت قاعد الاورجانيزيشن تبعتك قاعد تشتغل غلط، قاعد تتنقى ناس غلط، او في عندك ناس بالمانجمنت غلط هم قاعدين بيطفشوا الموظفين. بالضبط، تكاليفها باهظه جدا. لذلك لما نقول مثلا الافريج ليبر تيرن اوفر في شركه مثلا نقل 20%، ايش هذا بيعني؟ دكتور لما نقول في شركه ما الافريج ليبر تيرن اوفر 15% او 20%، ايش بيعني هذا الشيء دكتور؟ نعم. في شغله انه هو البرسنتج تبع الليبر تيرن اوفر هي جزء من الكي بي اي تبعت الشركه، بتاثر على الكي بيرفورمانس انديكيتورز تبعونها. يعني اذا حكينا انه 20% هو الافريج تبع الليبر تيرن اوفر، يعني احنا في عندنا غلط 20% بالسلكشن بروسيس، انه احنا وي نوت سلكتينج الرايت كانديديتس يلي الاوبجكتيف تبعونهم بتمشوا مع الاوبجكتيف تبعون الشركه. نعم. فإنه لازم نحسن مثلا بالسلكشن أو بالتستينج أو بالانترفيوينج أو بهدول الشغلات عشان نحسن الامبلويز اللي موجودين عندنا. بالضبط، يعني 20%
بالضبط حتى أكد عليها، معناها أنه إذا في 1/1/2019 كان عندنا 100 واحد، في 1/1/2020 20% منهم تركوا ويجوا 20 واحد محلهم. هذا بالضبط معنى. طبعا الليبر تيرنوفر له عدة أشكال ونتكلم عنه بعدين طبعا في شابتر اللي هو ريتينشن and employee retention and performance. في عندنا شخص آخر بده يدخل في أشتار. ممكن أشتار دكتور لأنها شفت البرنامج طلعها. ليش بتأخر أشتار؟ لا كانت معنا، كان عندها مشكلة بالصوت بضل يقطع. فهذا هو الليبر تيرنوفر، إذن خطير جدا بالنسبة للمؤسسات. بيقيسوه زي فعلا كي بيرفورمانس انديكيتور، مهم بالنسبة للمؤسسة استقرار الموظفين، لأنه اللي حكاه أسامة بديش أعيده كله مظبوط 100% كمثال جيد على الليبر تيرنوفر، إنه الموظفين مش بس إنه إحنا the cost in hiring or cost in recruitment or cost in reading their CVs or their application forms. It's also the cost of orientation, training, development. الدورات التدريبية اللي بنعطيهم إياها هذه كلها مكلفة وتكاليفها باهظة جدا. فلذلك كل موظف بيجيك وبيطلع في له cost معين. فإذا حافظت عليه أنت كأنه التكلفة اللي حافظت عليها وكأنها بتروح على الريفنيو تبعك، بتروح على البروفيت تبعك 100%. أوكي، ففي ناس بيستهينوا فيها. طبعا هي تختلف من مؤسسة لأخرى، في بعض المؤسسات it does not cost them that much especially organizations with for example routine work، الشغل الروتيني. أوكي، ما في تكاليف باهظة في العمليات هاي، لكن في بعض الشركات تلاقي إنه في تكلفة باهظة على الموظف وفي تكاليف كبيرة، فنحاول إنه نتجنبها. بالنسبة للكوست مهم، لكن أنا اخترت ثلاثة اللي هو البرفورمانس لأنه الهدف هو البرفورمانس مرتبط بالكوست، في البيرسون جوب فيت لأنه عملية السيلكشن you have to make sure that the individual as a person as an individual ومع الوظيفة شغلتين two variables two factors الindividual الperson والjob لازم يكون في بيناتهم إيش توافق fit. Sometimes you cannot you can find this through the selection devices or selection tool specifically the interviewing. Okay, في عنا ننتقل للperson organization fit which is the fit between the individual and the organization. We have to make sure that he is also okay with the organization. Sometimes people are يعني جايين بقول لك أنا بشتغل عندك بالوظيفة في المكتب تبعي وبديش أطلع من المكتب، بديش أشوف حدا، بديش أعرف أهداف المؤسسة، بديش أعرف الجانب الاجتماعي والثقافي للمؤسسة أو الجانب الاقتصادي أو الجانب اللي بتعلق في الاستراتيجي. إذا جبته هذا وقلت له في يوم من الأيام تعال بدي تشارك في فريق عمل لوضع استراتيجي المؤسسة، بيقول لك لا أنا ما بدي هذا الشيء. فهذا إحنا ما بدنا إياه، إحنا بدنا واحد يكون فت في الorganization وفت برضه في وظيفته حتى يكون في تكامل في شخصيته بين وظيفته وبين المؤسسة ككل. دكتور ممكن أعطي مثال على person organization fit؟ تفضل. دكتور أنت هلا بتعرف إن أنا بشتغل بشركة زين الأردن وهي لها فروعها بكل يعني بكل العالم العربي. فرمضان مش هذا اللي قبليه نزلوا أغنية وكانت الأغنية بتحكي عن زين الكويت، نزلت أغنية برمضان بتحكي عن إن المسلمين مش إرهابيين ومن هاي القصص، كانت برمضان إنه هو دين التسامح شهر التسامح والرحمة وهيك. فإذا واحد أردني بيشتغل معنا هون بالشركة بزين الأردن وكتب تعليق كتب قصدي بوست إنه زي بيهاجم هذا الفيديو بطريقة كثير سيئة وانتشر كثير هذا البوست، يعني يمكن صار عليه فوق 3000 شير. فيومها إجوا الـ HR ندو وحكوا معاه وفصلوه من الشغل باعتبار إنه أنت كيف بتهاجم الشركة اللي أنت عم تشتغل فيها وكيف تهاجم زين الكويت. يعني بغض النظر نحن متفقين مع القرار الفصل ولا لا،
بالنهاية أنت جزء من الشركة، وواحدة من الأساسيات أنك أنت بدك ممكن تنصحها، بس مش أنك تهاجمها وإن بابليك لحتى الكل كمان يعني يصير في شوشرة عليها. فبحس أنه كمان أنا بالسليكشن لازم أعزز أنه نحن كلياتنا واحد، إذا نحن أخطأنا ممكن، إذا نحن أخطأنا ممكن تقومني، بس بيني وبينك مش قدام كل الناس. فبحس هذا مثال كويس كتير على الموضوع. صح. دكتور تفضلي يا نادين. أنا ممكن عشان هيك في شركات بالوقت الحالي شو بتعمل؟ بتحط للإمبلويي مثلا إذا أنت أخذت ترينينج بفترة معينة تمام، وما ضليت بالشركة مثلا خلال السنة، بدك تدفع حق مثلا واحد اثنين ثلاثة. إذا أنت ما ضليت طول فترة السنة مثلا بالأورجانيزيشن، بدك تدفع حق الترينينج اللي أنت أخذته أو اللي طلعناك برا تاخده. فهذا انه بتحاول تقلل من هاي المشاكل كمان عليها. نعم. من مشاكل التيرن اوفر. بالضبط. نعم صحيح، احسنتي. نعم، في كنت بدي اسمعكم انا شريط صوتي لمكالمه، ما بعرف اذا سمعتوها، اكيد حد منكم سمعها، جزء انها خارج الحكي تبعنا هسه، بس لها علاقه في الهيومن ريسورس مانجمنت. مكالمة بين راديو نبض نبض البلد ومستشفى، مدير مستشفى مدير مستشفى ايش؟ انا سمعته والله. عبد الهادي عبد الهادي. مين سمعها؟ كم واحد منكم سمع المكالمة؟ سمعتوها؟ انا سمعتها. انا سمعتها. وين كانت نازله؟ انا ما شفتها. يعني هم نشروه. يعني هذا شو رايكم فيه؟ هو اول شيء الناس اللي ما سمعوا حتى اعطيهم لمحه، يعني هي المذيعه بتساله عن بعد كورونا كيف راح يتصرف مع الموظفين بالنسبه لرواتبهم، وانه الدوله حكت انه الموظفين لازم ياخذوا مثل رواتبهم في الشهر الماضي ويستلموها، وكان هو في سمعه طلعت عليه وانتشرت انتشار النار في الهشيم بانه هذا الشخص اللي هو عبد الهادي مستشفى عبد الهادي بده ما بده يعطي الموظفين رواتبهم، او في تعامل سيء معين ضد الموظفين ممرضين. فالراديو هذا البنت اللي هي في نبض البلد اتصلت فيه تليفون، فبتساله عن بدها تبدأ تسأله بس عن صحة هذا الكلام. فنزل فيها نزلة لا توصف من الشتم والسب والكلام الفاضي وإلى آخره. فكنت حابة أسمعكم والله مشان تشوف إيش رأيكم في هيك مكالمة. مين سمعها منكم؟ ما سمعتها. مين بحب يعني يقول مين المخطئ، هي ولا هو؟ هو شوف دكتور، هو كان اعتقاده انه هو نحكي عن شركته هيك قدام العالم، انه هو زي انفضح يعني قدام الناس، انه شركه مستشفى عريق مثلهم، انه خاف على سمعته بين الناس يعني تتاثر. بس هو كان اسلوبه كثير يعني استفزازي، يعني حتى ما اعطاها اصلا فرصه انها هي تعرف تسال السؤال بطريقه صحيحه، وغير انه تلفظ بالفاظ نابية، يعني مش لازم يحكيها يعني هيك على الراديو قدام الناس. يعني صح. حتى لو في موظف واجى اعترض، المفروض انت تحتوي الموضوع، خاصة بهيك ظروف المفروض في تكاثف اكتر يعني ما بين الناس. مزبوط. فللأسف انه هو دكتور ومحترم وعنده هيك مكانة بالمجتمع وهيك، كل اسلوبه يعني كان كثير جدا سيء. يعني قعدت طول المكالمة يمكن 4-5 دقائق وهي بس تترجى فيه، رجان بس اسمعني أنا، أنت مشان أنت تدافع عن نفسك، اسمعني مشان أنت بس تدافع عن نفسك. فلذلك في هذه الحالات أنا بحكي بأنه هو فرصة أضعها، very important opportunity that he lost because it's your opportunity to defend yourself, to clarify your position وتوضح وجهة نظرك وتسوق. انت public relation، انت public relation man PR. يا ريت، انا بدي بس نقطة نظام، يا ريت انه عشان ترتيب الموضوع، انا بشوف نادين رافعة ايدها، ففي طريقة انك انت مثلا بدك تحكي بترفع ايدك،
احسن ما نشاغب على بعضنا. فنادين مثلا هلا هي ان ميوت فانا بعمل لها ان ميوت مشان كلنا نسمع بعض. تفضل يا نادين. يس دكتور، انا اللي بدي احكيه هو مش قصة انه مش دافع عن حاله، لا هو دافع عن حاله بس بطريقة انها تخليه مذنب بزيادة. يعني هي حكت معه بتحكي لنا انه بتقول انه في ممرضات وصلها انه انتم مثلا ما بكم تدفعوا لهم الراتب، هو بس حكى يعني ما جاب سيرة الرواتب ولا هذا الحكي، هو حكى انه انت بتشهري بالمستشفى وانت بعرف شو، وصار يسب على المذيعة وما ترك لها مجال تحكي. هلا هو بالعكس هو ادان حاله بزيادة من هذا العمل، يعني هو بده يتهرب من انه يجاوب على السؤال بانه علا صوته وسكر الخط وما رضي يسمعها أبداً. يعني فهذا بالضبط انه هذا لسه ادان حاله بزياده، يعني انه هذا الحكي صح يلي هو موجود. بالضبط بالضبط، هو كان خسران بشكل كبير جدا في هاي الناحيه. طيب نرجع احنا للموضوع تبعنا وننتقل الى النقطه اللي بعديها. Selection هنا selecting the right people is important for three main reasons. زي ما حكينا سابقا النقاط اللي ذكرناها، وانا منأكد على البرفورمانس. You need the right KSAC for the job، اللي هو knowledge, skill, abilities and competencies. هي اختصار ل knowledge, skill, abilities and competencies. Cost of selecting, hiring and training is costly, so you don't want to keep hiring people all the time. Inept and or negligent hiring has legal consequences. Hiring the wrong people, those with a criminal record, as we said earlier, you don't want to do that. Equal employment opportunity, EEQ, equal employment. المفروض تكون EEO, very important. Equal employment opportunity. Okay. If you violate equal employment opportunity, بتقطع بتروح على المحاكم وعلى السجون وعلى المشاكل، وعلى الجامعات والمؤسسات والشركات وكذا صاروا يعني يخافوا كثير كثير من قضية إنه التعيينات اللي فيها خطأ ممكن يوصلهم للمحاكم. كثير من الأحيان تتأخر عندنا في الجامعة تعيينات بسبب هاي المشكلة، إنه خايفين إنه يكون فيه أو يحصل خطأ معين، تجاوز معين، رغم إنه الواسطات شغالة ليل نهار. في عندنا شغلة راح نتطرق لها بعد المحاضرة بعد ما نرجع، ولها علاقة في البحث العلمي، اللي هي بتصب في الكلام اللي حكيناه المرة الماضية لما حكينا عن research methodology. فبتساعدكم في الجهتين، اللي هو the basic of testing and selecting employees. لما بدك تعمل اختبار للموظف، كثير من المؤسسات احنا مروا عليها بتعمل اختبارات، فراح نتكلم يعني بس نرجع بعد دقيقة لأنه الوقت انتهى. نودي لكم لينك مرة ثانية، للأسف يعني في interruption هنا، نودي لكم لينك مرة ثانية وبس استنونا يعني دقيقتين ثلاثة حتى أجهز اللينك وبعث لكم إياه زي المرة الماضية. أوكي؟ لأنه 40 دقيقة وبسرعة بنتهوا. ماشي الحال؟ أوكي دكتور، ماشي الحال. أوكي أوكي، يعني أولا بسكر علينا. بس نخلص من الشابتر هذا ننتقل لسام عمر، عمر الجدات.